لو عايز حد بروفيشنال يشتغل معاك شخصيا بشكل برايفت في احتياجاتك في اللغه والحاجات اللي ناقصاك بشكل شخصي، الحاجات اللي عامله لك مشكله، ويكون الشخص ده عامل لك برنامج خاص بيك انت، حاجه برايفت يعني شغال على مشاكلي انا، مش هقعد مع مجموعه وناخد مشاكلنا كلنا شركه مع بعض جمعيه، لا ده هيشتغل معايا انا في الحاجات اللي ناقصاني انا، ويلخص الموضوع ده وبدل ما نقعد مستويات كتير فلازم تجرب الوان تو وان برايفت بتاعنا كده. الموضوع اصلا افوردبل جدا. Here we go.